نروح لخبر تاني. في الخبر التاني، احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية العليا بتخريج دورة تأهيل الأعضاء المدنيين للدفعة رقم 22 رقابة إدارية. وطبعا المنظمة، طبعا هذه الدورة منظمة بالأكاديمية بعد إتمام دورتهم التدريبية، وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، وأيضا تزامنا مع ذلك بتستمر الأكاديمية العسكرية المصرية العليا في عقد اختبارات لاختيار أكفأ المعلمين لوزارة التربية والتعليم. نشوف ونتابع هذا التقرير، وبعد كده فاصل ونستكمل معكم باقي أخبارنا لهذه الليلة. احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية العليا بتخرج دورة تأهيل الأعضاء المدنيين الدفعة 22 رقابة إدارية المنعقدة بالأكاديمية بعد إتمام دورتهم التدريبية، وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية. بدأ الاحتفال بمناقشة بحث تخرج الدورة بمشاركة عدد من الطلبة والطالبات، أظهرت مدى ما وصل إليه الخريجون من مستوى تعليمي راقي خلال فترة دراستهم بالأكاديمية. كما تم عرض الموقف التدريبي للخريجين وإعلان نتيجة انتهاء الدورة، تلا ذلك عرض فيلم يوضح تقرير نجاح الدورة والذي تضمن مراحل الإعداد والتنفيذ، بدءاً من استقبال الدارسين ومروراً بالتدريب التخصصي وفقاً لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة. وألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية العليا كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين، متمنياً لهم التوفيق في المستقبل، مشيراً إلى حرص القوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإكساب الخريجين الخبرات العلمية والعملية التي تؤهلهم لأداء مهامهم على أكمل وجه. وقدم السيد عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال كلمته الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تبذله من جهود مخلصة في تأهيل وتدريب الدارسين وتسليحهم بالعلم والمعرفة ليكونوا خير قدوة في كافة الأماكن التي يشغلونها، وأوصاهم بضرورة الحفاظ على ما اكتسبوه من قيم وأخلاق خلال فترة دراستهم بالأكاديمية. واختتمت الاحتفالية بتبادل الدروع وتكريم أوائل الخريجين والتقاط بعض الصور التذكارية، كما تم المرور على مجلس ومتحف الأكاديمية العسكرية المصرية العليا. حضر الاحتفالية اللواء أركان حرب خالد شوقي مساعد وزير الدفاع للكليات العسكرية، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية المصرية العليا، وعدد من مسؤولي هيئة الرقابة الإدارية. الفترة دي يعني اتعلمت فيها كتير عن الانضباط، الالتزام، عايز أقول زيادة الانضباط، روح فريق العمل الجماعي، والصبر والجلد وتحمل المسؤولية. كل ده يقدر يفيدنا جدا في الشغل، إن أنت لما تتحط تحت ظروف ضغط العمل تقدر إن أنت تدير المواقف بشكل أحسن، يبقى عندك روح تعاون أكتر مع الزملاء، وده طبعا في الاخر بيعود على مصلحة الشغل كله. يعني هو على المستوى الشخصي انا استفدت ان كان في حاجات كتير قوي كنت فاكره ان انا ما اقدرش اعملها، وبوجودي في المكان ده عرفت ان انا اقدر اعمل اي حاجه في اي وقت. طبعا الموضوع ده هيفيدني في شغلي، ان انا ابقى ملتزمه اكتر، انجز مهامي بشكل مور افيشنت، ازاي اتعامل مع الناس كلها كافه الطباع، وان انا ازاي اقدر اتحمل عمل شاق لمده ساعات طويله بدون اي نوع من انواع الارهاق، وان انا ازاي ابقى ضاغط على نفسي عشان اقدر احقق الهدف اللي انا محتاج اوصله. الكلام ده كله هيفيدني في حياتي العمليه جدا. وتزامنا مع تخرج دوره تاهيل الاعضاء المدنيين الدفعه 22 رقابه اداريه، تستمر الاكاديميه العسكريه المصريه العليا في عقد اختبارات لاختيار اكفأ المعلمين لوزاره التربيه والتعليم.